السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دي تو سام دي. النهار إن شاء الله غنتكلموا على واحد الحلقة اللي الحلقة مهمة على حساب في الصيف شحال درجة الحرارة اللي غادي نعطيو ديال الماء اللي غادي نعطيو للأرانب. شحال من واحد كيمشي مباشرة كيقول بلي راه الأرنب راه صهدان غادي نعطيه الماء بارد. هذا هو الخطأ الشائع اللي كيوقع للمربين المبتدئين. علاش سمو كيوقع؟ لأن الحرارة ديال الجسم راه حتى بالنسبة للإنسان إلا كان الحرارة ديال الجسم ديالو يعني هو مغلوب وهذه وكتجي وكتشرب الماء بارد سمو كيوقع كتلقى في العشية أن شربتي في الصباح العشية كتلقى راسك عينك طايحين سميتو داك الماء بحال اللي ولا كيضرك في كرشك سمو كيوقع كيكون كتكون الكرش ديالك سخونة وانت كتعطيها مباشرة واحد المياه باردة مباشرة كتمرض الله يسر كيمرض الإنسان أولا بالجهاز الهضمي يعني كيكونوا كيتصاب بالحلاقام ولا هي هذا الامر ما كيكونش مع الارانب ولكن هما كيتضروا من المياه البارده جدا. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هاد النهار. حاولوا انكم درجه سواء الناس اللي عندهم بحال هاد الطاسات غير يغسلوهم مزيان وكان لان في الصيف ضروري التنقيه وضروري التنظيف. يعني سواء الناس اللي عندهم هالطاسات اللي دايرين طاسات عاديين سواء الناس اللي دايرين الشرابات ديما الماء يكون معتدل. يعني وفي الحقيقه هي كيفاش بغيتوا يعني تعرفوا درجه الحراره اللي خصو يكون فيها الماء خصو يكون على حسب البيت اللي نتوما دايرينه. درجه الحراره ديالو خصها درجة الحرارة ديال الماء تكون ملائمة للجو اللي كاين في البيت. يعني ماشي مشكل أن تكون واحد البرودة شوية ديال البرودة ولكن ماشي تحطوا له الماء المقلاصي يعني الماء بارد جدا. هذاك راه عرفوا بلي راكم كتغامروا وكت هذاك الأرانب ديالكم يقدروا يمشيو لكم. كاين عاوتاني في فصل الصيف كاين واحد القضيه وهو الا بغيتوا تحافظوا على درجه الحراره ديال الماء ماشي من لابد ما تحطوا لهم ماء بارد. لا ممكن انكم تحطوا في الناس اللي عندهم بحال ديك الحلامات تحطوا واحد القرعه بارده في الصباح هي يعني مقلاصيه ولكن تحطوها في 10 لتر وماشي تكبوها فيها. لا غير تحطوها في وسط منها انها هي كتحافظ على كتخلي الماء ملدن يعني ماشي بارد بزاف وماشي يسخن بزاف. يعني هي كتحافظ عليه انه غير ما يسخنش. يعني رميو ديك القرعه هكاك حيدو من داك القواغيط اللي كيكون ديال الاشهار الاعلانات الاشاريه هذيك حيدو ديك الكاغط باش ما يضيعش ما يتفرتش في وسط الماء ورميو هذيك القرعه في وسط القرعه الكبيره سمو كيوقع كيبقى محافظ على واحد درجة الحرارة ملي كتجيو تقلبوا الماء كتلقاو ديما ما كيسخنش كيبقى على طول النهار كيبقى هكذا. الناس اللي عندهم بحال الطاسات هذه ماشي مشكل يديروا غير واحد القريعة ديال نص سيترو ويحط ديك القريعة في وسط متلجة دبروا عليهم من الناس اللي كيستعملوا الباب بزاف ولا شي حانوت كيحتفظ بديك القريعات الصغيرين ديال السيترو وحطوا كل طاسه بحال هذه تحطوا فيها واحد السيترو ديال الماء متلج غير باش يحافظ على البروده ديال الماء. يعني ماشي يبرد بزاف وماشي يسخن بزاف ماشي غادي يشربوا مساك الماء طايب لان درجه الحراره ملي كتكون مرتفعه كتسخن الماء هذاك الاخر القرعه كتخليه ملدن. حنا كنقولوا ملدن. كاينه قضيه اخرى في الصيف ممكن انكم ما ديروش هاد البلاستيك هكا. الناس اللي عندهم شي السواق راه كيكونوا كيبيعوا واحد النوع ديال الاواني بحال الشكل ديال ديك الغراف ديال الطين وهما كيكونوا واحد الاواني هما انيه وكتكون ديال الطين. راه كاينه هاد القضيه هذه كتكون تقريبا في هذا الحجم بحال هكا هذيك
الاش بحال الشكل ديال القله، القله ملي كتكبوا فيها الماء ديال الطين او ديال الفخار كتحتفظ بالبروده ديال الماء. كذلك الى قدرتوا تدبروا عليهم هذوك حتى هما مزيانين كيحافظوا على البروده ديال الماء. اذا المشكل الاساسي في النهار وهو غير الخطا الوحيد اللي تقدروا تفادوه انكم ما ديروش الماء مقلاصي وتكبوا هي الحراره نقولوا بزاف الناس ما قادرينش يحتملوا الحراره وتجيو انت تكب لهم الماء بارد وتكبوا لهم تعطيهم يشربوا تما توادع معهم لان يقدروا يضروا في البلاص ويقدروا يضروا مع المده. يعني هذا هو الخطا اللي تقدروا تفهموه وما ديروا وما يعني ما ترتكبوش. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. عواشركم مبروكه ورمضان كريم، الى اللقاء في الحلقه المقبله.